الرئيس السيسي يعرب عن أمنيته بالشفاء العاجل لماكرون من كورونا. الرئيس السيسي يرحب بانضمام دولة الإمارات لمنتدى غزّة الشرق المتوسط كمراقب بجانب الدول الأعضاء المؤسسين. رئيس الوزراء يؤكد أن هدف الحكومة تيسير تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين. الواحدة ظهرا في القاهرة، موجز لأهم وآخر الأخبار من تلفزيون النهار، أهلا بكم. أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عن خالص تمنياته بالتعافي والشفاء العاجل للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقد أكد الرئيس السيسي خلال تدوينة عبر حسابه على موقع فيسبوك مساندة مصر لجهود فرنسا في العمل على الحد من انتشار الفيروس، كما أكد السيسي ضرورة تكاتف المجتمع الدولي في مجابهة هذا الوباء. وقال الرئيس السيسي خالص تمنياته بالتعافي والشفاء العاجل للرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، والذي يقود بلاده بقوة في مواجهة أزمة جائحة كورونا، وأؤكد مساندة مصر لجهود فرنسا في العمل على الحد من انتشار الفيروس، وأؤكد على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي في مجابهة هذا الوباء. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بقصر الاتحادية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات. المزيد في سياق هذا التقرير. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس رحب بسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ضيفا عزيزا في بلده الثاني مصر، معبرا سيادته عن الامتنان بلقائه مجددا لاستمرار التشاور والتنسيق تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، وكذلك موضوعات التعاون الثنائي، وذلك في إطار العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر والإمارات، تلك العلاقات التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. وفي هذا السياق أشاد السيد الرئيس بالتطور الكبير والنوعي الذي شهدته العلاقات المصرية الإماراتية في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية وغيرها، والنمو الملحوظ في معدل التبادل التجاري وحجم الاستثمارات، مشيرا سيادته إلى الحرص المشترك للمضي قدما نحو مزيد من تعميق وتطوير تلك العلاقات. من جانبه أكد سمو الشيخ محمد بن زايد أن زيارته الحالية لمصر تأتي استمرارا لمسيرة العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، وأهمية استمرار وتيرة التشاور والتنسيق الدوري والمكثف بين مصر والإمارات حول القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك على أعلى مستوى. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى عدد من أبرز الملفات المطروحة على الساحة الإقليمية كسوريا واليمن وليبيا والقضية الفلسطينية، وكذلك سد النهضة وأمن البحر الأحمر، حيث عكست المناقشات تفاهما متبادلا على مواصلة بذل الجهود المشتركة للتصدي للمخاطر التي تهدد أمن واستقرار مجتمعات المنطقة، حيث شدد السيد الرئيس في هذا الإطار على التزام مصر بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج كامتداد للأمن القومي المصري ورفض أي ممارسات تسعى إلى زعزعة استقراره. كما ناقش الجانبان التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، حيث رحب السيد الرئيس بانضمام دولة الإمارات الشقيقة لمنتدى غاز شرق المتوسط كمراقب بجانب الدول الأعضاء المؤسسين، معربا سيادته عن أهمية القيمة المضافة التي ستساهم بها الإمارات في نشاط المنتدى لخدمة المصالح الاستراتيجية وتعزيز التعاون والشراكة بين دول المنتدى. كما تم التباحث بشأن جهود التعاون المشترك لمكافحة فيروس كورونا المستجد، حيث أعرب السيد الرئيس عن خالص الشكر والتقدير لدولة الإمارات على تعاونها وما قدمته لمصر في هذا الإطار، وتم التوافق على استمرار التنسيق في هذا الصدد بين جهات تقديم الرعاية الصحية بالبلدين الشقيقين.
التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تعمل عليها الوزارة خلال الفترة الحالية. وقد أكد مدبولي على أهمية المشروعات التي تعمل عليها وزارة الاتصالات حاليا، سواء في ملف التحول الرقمي أو تأسيس البنية التحتية التكنولوجية لعملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى ملف تطوير الخدمات التي يقدمها البريد المصري، مشيرا إلى أن الحكومة تبذل جهودا واسعة بهدف تيسير تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين، وبخاصة الخدمات الإلكترونية، توفيرا للوقت والجهد ومنعا للتعامل المباشر بين مقدم الخدمة وطالبه. أعلنت وزارة الصحة أمس عن خروج 269 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 105719 حالة. وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 544 حالة إيجابية جديدة، لافتة إلى وفاة 24 حالة جديدة. عقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار اجتماعا موسعا مع قيادات الوزارة وقيادات قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي لمتابعة الموقف التنفيذي لتوصيل خدمات الصرف الصحي للمناطق الريفية، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير القرى المصرية الأكثر احتياجا. وأكد وزير الإسكان على ضرورة استخدام أنظمة غير تقليدية وأساليب تكنولوجية حديثة لتوصيل خدمات الصرف الصحي للتجمعات الريفية التي يقطنها عدد محدود من المواطنين، من أجل التغلب على مشكلة ارتفاع تكلفة إنشاء محطات المعالجة. كما شدد الوزير على ضرورة تركيب عدادات المياه مسبقة الدفع بجميع الجهات الحكومية وفي الاشتراكات الجديدة للمواطنين، واستبدال العدادات التالفة بعدادات مسبقة الدفع. أطلقت وزارة الصحة 3 قوافل طبية ضمن مبادرة الرئيس السيسي حياة كريمة غدا وبعد غد، وذلك للكشف والعلاج مجانا على المواطنين في التخصصات الطبية المختلفة بمحافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والجيزة. أعربت مصر عن خالص التعازي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ضحايا حادث سقوط مروحية عسكرية، مما أسفر عن وفاة 3 من الأشقاء العسكريين الجزائريين. وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن وقوفها مع الجزائر في هذا المصاب الأليم، وتتقدم ببالغ التعازي والمواساة لذوي الضحايا والجيش الجزائري. كان هذا موجز الواحدة ظهرا من تلفزيون النهار. دمتم بخير وإلى اللقاء.